تزيد نوي ونقرا فاوي نسمع للقهاوي وطحطة حكينا قهوة قلاطي عليها لهو صاطي شعبي غرناطي وزين الأفعال عند حبيش السهرات منساهم هيهات دي شربات وقهوات طابعين الطاولة روح للقلع زاير قعدة فوق حصير والشيخ عنده سهر كصب وقلبانة قهوة لطرش بيان في حد شباب وهران أسرى ولو قبصان لوان بيضة وكحلة شوف قهوة بنشرب وبني يخلف يا شباب ودويدي يا الأحباب ولشلش جمالة آتي عند بن حواس نشوى تطلع للراس شريبة حلوة لباس نشبع من هلالة مقهى معمر بالجود عند ولد شيخ الميلود روحا ولد الجدود أهله عقالة أمسيني زين نيتان وقدر ولد الخيال والقصاي ما في الخصال ما فيه تبدالة قهوة بالنصف ولد البرق يا عرف تزيمه تلف ذهيبة من سالة يا واسمع ذاك المنشود في قهوة والمقدود ورد قولة مشدود قرب التخبالة قهوة تربيبي شباب كيف مربي خاوة أولاد الناس بيسالوا بوشعالة قهوة الصحراوي الفن البداوي معدل ومساوي في كل مسالة يا وتبري حاب غير فلوس مع بيبي والناقوس وبريقو بالمنكوس ننساهم ليالا الشيوخة بالتفضيل القهاوي بالتذليل يا وطلال الوقت صبتاويل وهو ما مثالا تبرح كيف محتضر عم فردوها محضر وبراطير ويعبر والحاج قد دهر بالا يا وقهوة موحة وسعيد اشرب اتاي الدين من اقم بن عناع يفيد بكيسة المتعادلة مطعى فيها الشجعان سباسة وكيف ودخان نشوى من كل الالوان وكيلة تطوالة عند الوزاع الجلسة حلوة قهوة صافية متلوة فنجان عريض وعروة بالمظهر شالة يا أصحاب البارود أصحاب البارود أصحاب البارود بالكارابينة أصحاب البارود أصحاب البارود يا أصحاب البارود بالكارابينة من صناع الفن الأصيل شهرته بلغت ذروتها مشاهدينا الأعزاء مدرسة من المدارس الفن الأصيل غنى له كثير من الشباب كيف لا وهو مكتبة فنية ثرية غنية صدق وإخلاص وفاء وتواضع إنه الفنان الراحل الشيخ بلاوي الهواري هو تلك الشمعة التي أضاءت وما زالت تضيء احتجبت
لا تنطفئ ولن تنطفئ أبدا. مشاهدينا الأعزاء، ضيوف عايشوه وكذلك تتلمذوا على يده، نلتحق وإياكم إلى بلاتو هذه الجلسة التي تجمعنا وإياكم مع ضيوفنا وضيوف مشاهدينا الأعزاء الذين لبوا دعوتكم ودعوتنا من فندق ليزومباسادور. نلتقي بعد هذا الفاصل. العقوبة لو كانت زيان العقوبة، الزور يفوت كل منام، والزين ومحاسن وعجوبة، والزين ومحاسن وعجوبة، ترجع للشيب والعذاب، ترجع للشيب والعذاب. حبوبة وين الايام المحبوبة، من كان السعد ما استقام، الكنز يتحل غير نوبة، الكنز يتحل غير نوبة، وانا حسبته على الدوام، وانا حسبته على الدوام. توبة انسلك يا الله توبة، تخرجنا من الظلام، مبسوط الكف والجيوبة، مبسوط الكف والجيوبة، يبقى عايش في الندم، يبقى عايش في الندم، يبقى عايش في الندم، يبقى عايش في الندم. على أغنية الأيام المحبوبة مشاهدينا الأعزاء، ها هم ضيوفي في هذه السهرة، سهرة وهي ذكرى، ذكرى رحيل قلت المدرسة وكذلك اسم من أسماء الفن الجزائري وأعمدته الراحل أبلاوي الهواري. معي المطرب والفنان وكذلك أحد من بين المدرس مدارس الفن الجزائري وبطابعه الأغنية الوهرانية مصابيح الهواري. مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك بكم، مرحبا، ونشكرك على الاستضافة، والله يرحم شيخنا على كل حال أبلاوي الهواري. نعم، عدينا معاه، عدينا معاه أيامات وعدينا سنين. نعم، نرجع لك تسمى بونا على كل حال. نعم، وكاع خدمنا معاهم، بوهبي بلاوي كاع. نعم، خدمنا معاهم كاع، الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. راح نرجع لك كذلك. معي المايسترو والملحن الاستاذ بي بكاي، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك على هذه الحاضنه الادبيه ان صح التعبير، وهذا الاستضافة الطيبة مع هذه الوجوه النيرة، شكرا جزيلا. وبهذه المناسبة نجدد الرحمات
على أستاذنا القدير والعملاق الموهوب والمبدع والإنسان الطيب اللي عرفنا تعلمنا من مكارم أو من الأخلاق نتاعه الراقية والمبدع، المبدع الذي كان أبدع الكثير والكثير، وخلنا بطبيعة الحال مدرسة عليه، وهو عملاق وابن الجزائر وأحب وطنه بهذه بتبليغه لهذه الرسالة، رسالة الإبداعية، ويبقى في الذاكرة في التراث اللامادي طبعا بطبيعة الحال. كذلك معي صوت من بين الأصوات الجميلة والحالمة، طبعا المطربة قدر نقول الكبيرة الفنانة جهيدة. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وشكرا لك الدعوة. وبك أهلا أختي فايزة. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، ونظن للمرة الثانية هكذا، مرة في العيد عيد الفطر، واليوم طبعا أنا نقول هي وقفة استذكار وترحم لأسطورة الفن الوهراني خاصة والجزائري عامة، شيخنا بلاوي الهواري. طبعا هو معلم من معالم الفن الجزائري ككل، وطبعا احنا تلاميذ نتاوعه وتربينا على يده، وانا نقول حققت اسم فنيا بفضله، وان شاء الله يا ربي نقضيه مع بعض سويعه مريحه وجميله. نعم، ان شاء الله مع المشاهدين الاعزاء. انا اقول البعض تتلمذ على يده والبعض عايش معه، كان من بين يعني في الفرقه الموسيقيه نتاعه، كان من بين يعني العازفين مصابيح الهواري. مصابيح الهواري انا نقول ربما وشاطروني ربما الراي المشاهدين الاعزاء، وكذلك الفنانين الكبار، وكذلك الفنانين اللي يعني يشقون طريقهم احيانا، ربما كثير من الاحيان او الخطا الذي احنا ارتكب في حق الفنان الكبير أحمد وهبي الذي لم يصلح حتى أنه يتحصل على كرسي متحرك، ربما تدارك الأمر المسؤولين وكانت لفتة طيبة للبلاوي الهواري، احتضنوه أدبيا يعني، وكان كل مرة يكرموه. مصابيح الهواري أنت اسم فني، ربما الجيل الجديد ما يعرفوش، ولكن الجيل القديم والفنانين الكبار يعرفوا القيمة تاعك ويعرفوا واش قدمت. حبيت نتعرف عليك وحبيت كذلك المشاهدين معايا، انت كنت من بين الفرقة تاع بلاوي الهواري وكذلك احمد وهبي. مرحبا بيا سي محمد. والله تفضل مصطفى. على كل حال احنا خدمنا معاهم بزاف، احنا خدمنا في السبعين، بداية السبعينات. نعم، بداية السبعينات حتى الثمانينات واواخر التسعينات تقريبا. هو ديجا كان انسحب شوية في 88 هكا كان حبس. ايوا خدمنا معاهم. يعني كيفاش كانت العلاقه مع الاستاذ بلاوي الهواري رحمه الله، العلاقه مع الفنانين مع الفرقه الموسيقيه تاعو؟ هو انسان بسيط، بسيط ويتعامل مع كل واحد، يتعامل مع اي ملحن ولا اي مغني، يعطيه عمل يذوقه، يعطيه نقولوا الميزان تاعه، يعطيه ماشي زعما نقولوا ما كاش نقولوا متكبر ولا كان. خدمنا مع احنا ما خدمنا باحترام، خدمنا معاهم باحترام، نحتار احتراميين زعما نحتارموهم، ما هو كان محتارمنا، محتارمنا عربي، نحترم احترام كبير، وكاين ريبيتو ويجي ريبيتو، ما كان لها لا هضره ولا كنتوا في الاذاعه تاع الاذاعه. انا بديت انا تما انا من عرفت بلاوي تما من 73 73 نعم، خدمت معاهم حفله راني عاقل في العيون الترك، خدمت في العيون الترك وخدمت في فرزيو، كان طيبي طيب وكان هو، وخدمت معاهم راني كنت صغير خدمت فيو، ما خدمتش بالعود، خدمت بالفيولون. فيولون هي هذه هي هذيك هي الانطلاقه زعما المعرفه مع تلاقي برحال الزبير ثاني كان صاحبي صاحبي رحال الزبير ثاني كان صاحبي كان صاحبي صديقي قبل الإذاعة. نعم، قبل الإذاعة من 72 ولهنا. نعم، كان صديقي. راح نرجع ربما للأستاذ بيبكي. أستاذ بيبكي كنت كذلك من بين الفرقة ربما اللي خدمته
الاعضاء اللي خدموا مع الاستاذ بلاوي الهواري كذلك احمد الهواري. كما احنا في ذكرى يعني لسنه رحيل الاستاذ استاذنا ومدرسه من مدارس الفن الجزائري التي يقول اضاف شيء جديد على الاغنيه الوهرانيه. بطبيعه الحال في الواقع كان ذلك منذ 1977 حيث أدى أنا ذاك كان أول لحن تاعي، أول بداية تاع لحن لمحمد السايح كلمة عبد الله طموح لعيون العيون، فكان رئيس الفرقة هو الأستاذ بلاوي الهواري. إذن في هذه الذكرى نتاعو نجدو مرة ثانية الرحمات عليه على روحه من 1977 إلى حتى 2017، يعني معاشرة 40 سنة. 40 سنة كانت فيه انقطاعات لكن كنا مع بعض 40 سنة. الشيء الذي يبهر في هذا الرجل المعطاء وهو أنه يكتب الموسيقى، يعرف خبايا الموسيقى، دارس للسولفيج، بحيث أننا باش تلقاي واحد اللي ازدادها في 1926 دار السولفيج، هذه ما راهاش كاينه، فريد من نوعه. أقول ذلك وأتحمل المسؤولية على المستوى الوطني كله، ما كانش واحد كان في السن ديالو كان يدار السولفيج على مستوى الجزائر، هذا حسب المعرفة نتاعي في الصحة الفنية اللي نعرفوها تاريخيا. كان النسيج ديالو نتاع الجمل الموسيقية عمرها ما كانت غير أفقية، كانت أفقية وعمودية. ربما باش ما نكونش كلامي تقني، في هذيك الحقول تاعو كي ينسج الجمل الموسيقية اللي هي ميلودي الميلوديا، هو يدير التحتيات اللي فوقها، ماذا يفعل الكمانجة الثانية أو البيانو أو التشيلو أو الأخر، بما أنه كان يهدب مهدب ومعدل وموزع في آن واحد، ويسمع بطريقة غريبة، ما يسمع لكش نوطة واحدة، يسمعها بها بالأجناس نتاعها، شيء هو الذي يبهر. فهذا الكتابة العمودية نتاعو أعطاته واحد الإيحاء أنه قبض الأغاني البدوية المحضة ودار بها مدرسة. ربما الجين تاعنا مازال ما وصلش لواحد الدرجة من النضج باش تكون مدرسة بحذافرها تدرس على المستوى، ربما أقول المستوى العربي ككل، لأنه قبض ديك الموسيقى الرعوية اللي كانت تعتمد على القصبة والقلال، الإيقاع هو القلال والقصبة، قننها أعطاها تقنين، كتبها بنوطة موسيقية عالمية يفهمها العالم كله، ودار لها تجميلات بما يسمى، ربما باش ما نكونش أكثر تقني، دار لها اللحن الثاني ما ينسى، يعني أضفع زخرفة، أعطى لها زخرفة وأعطاها جماليات وأعطاها نوع من واحد الأشياء وقننها حتى من ناحية الإيقاع، لأنه يشهد له بذلك أننا كلنا حنايا تعلمنا على يده، كل واحد بطريقته خدينا من هذا الأستاذ. يعني كيفية الإيقاع سواء في الموسيقى طبيعة الحال أو في الغناء، وهذا شرف كبير لنا باش نكونوا تلاميذ الأستاذ بلاوي الهواري، لأنه بطبيعة الحال هو أستاذ الجميع، لأنه أستاذ الجزائريين الكل. الجزائر قاطبة الشيء اللي خدمه هو. كيفاش استاذ كيفاش كانت العلاقه؟ ربما انتم كنتوا ذاك يعني صغار في السن، شوفوا يعني استاذ كبير مثل يعني كيفاش كانت العلاقه؟ هو كاين الاستاذ بلاوي الانسان وكاين الفنان. الفنان هو جد جد متواضع، بانه بحيث يعرف ان كاين الملكه او الموهبه عند الفنانين، هناك اللي عندهم الملكه قويه ربما اكثر من الدارسين، وهناك الدارسين، فكل واحد يعطيه المستوى نتاعو، وعنده واحد الصبر صبور في التمارين. ولو كان الحاجه ما تكونش متقونه بواحد الاتقان كما يحس بها، راه قادر نزيدو ندربو ثلاث ايام اخرى او اربع ايام حتى يقتنع. هذا كان نتاعو اللي يجيبو يعني باش يقدمها لكم، باش تخدموه يعني في التمارين، باش نخدموه ولو يكون اللحن تاعنا احنا البسطاء اللي كنا مبتدئين. انا ذاك كان يقوم بالتعديل نتاع الاشياء تاعنا، هذه شيء هذا نستعرفوا به، كان كيشوفنا ربما في شيء اشياء كنا كاين واحد ما نقولوش اخطاء، ربما الجمله غير مكتمله، الجمله الموسيقيه ما مكتملاش، يعطيك هو التكمله نتاعها بكل سخاء، ولا يريد من ذلك اسم، ما تكتب لا سميته ولا والو، اللحن يبقى المولى
وهو ربما هو اللي قام بالتعديل، كان مصححا للجمل الموسيقيه عندها تصحيح. هذا الانسان الفنان كان صبور، والانسان زعما كانسان عادي متواضع جدا وبسيط كل البسط، محترم محترم جدا. هذا ربما ما جعل الكثير من الناس يحبوه، ربما حكيم يعني، حتى لو انه فرقنا يعني سنه، هذه سنه، ولكن هو دائما حي يعني دائما باقي. ربما نشوف هذه الاجيال تاعو، الاجيال الجايه اللي جات يعني، ربما انا ربما بعدكم ربما قد دائما تغني الاغاني تاعو. لو سمحت اني اراه فيلسوف عصره. نعم، في هذه الماده ان سميناها ماده الفن. نعم، فهو كان فيلسوف. نعم، طبيعه الحال. نعم، ولقد اسم كل شيء تعلمنا منه. نعم، كل صراحه. نعاود نرجعوا لجهيدة، شكرا أستاذ بيبكاي. نعم، نرجعوا للمطربة تاعنا جهيدة. جهيدة، كيفاش كان أول لقاء مع الأستاذ بلاوي الهواري الله يرحمه؟ في أي سنة بالضبط؟ الشيخ نرجع بك نحنيش لسنوات. طبعا طبعا، بدايتي طبعا أنا تعرفت على الشيخ بلاوي الهواري. نعم، هواري ربي يرحمه، بفضل الملحن ناجي نور الدين. نعم، وكان في الفرقة الموسيقية معنا هواري مصابيح. كنت غنيت أول أغنية الزين العربي اللي يكتبها صايم الحاج ربي يرحمه، ووهرن يا وهرن يا عروسة البلدان اللي يحمل بوركبة قلبية يما. هايوة، هادوك لحنهم ناجي نور الدين. أطال الله عمره، الله مريض ربي الشافي إن شاء الله. 77 في 77 77 وهو ناقل آخر. فبعدها جاء الشيخ بلاوي الهواري. نعم، وطبعا في الفرقه الموسيقيه هو كان يقوم بتوزيع الاغاني، حتى كما قال الاستاذ بي بكاي، توزيع كل المطربين حتى المرحوم العملاق احمد وهبي. ف ومن بعد اكتشفني كصوت وقدم لي الى حد الان حوالي 45 اغنيه. 45 اغنيه كنت محظوظه، الوحيده ربما بين الفنانات. نعم، ربما اللي قدم لك. علاش؟ واش هو السر؟ ربما السر انا كنت قريبه منه بزاف. طبعا كنت دائما معاه، دائما نحضر له تسجيلاته، دائما نقول له واجد. ربما هذه في تقنيا، ربما راح نقول الاستاذ بكاي وادرب هذه الاشياء تقنيا، ربما الصوت تاعها ربما كان تفضل مقارنه مع الاصوات الاخرى. يعني معنيش ان صوره سعاد بوعلي او سميه بنابي اللي نحييها ونقول ان شاء الله تبعنا من فرنسا، ملكه مداح، ولكن ربما صوت جهيده واش وجد فيه ربما حتى يعطيها 45 اغنيه. هي طبعا ربما لان الفنانه احنا تقنيا نهضروا على ماذا بينا، احنا نهضروا عليها اكثر ما تهضر على راسها. نعم، اولا صحه المسالك. نعم، قليلا احنا نشوفوا شباب تاع اليوم عندهم خلل المسلك، مثلا مقام معين ما نهاوند مرصع او لحني او دياتوني او اي مقام، لا داعي باش ندخلوا في التقنيات، هي عندها المسالك صحيحه، مخارج الحروف سالمه، وعندها الايقاع الداخلي، الاحساس الايقاعي محكم، وهذه ملكه ما عند الله. فلهذا بحكم ان الفنان هذا مبدع، وذاك انا بالنسبه لي كان دائما باحث، كيشوف صوت صعيب ماذا به يعطيه ما اصعب. زاد تروضت عليه، وربما كانت توضعت، قلت لك 45 اغنيه، انا اتذكر بعض الاشياء لم يكونوا لها في الحسبان، مثلا تسابح الارض الأوبيرات اللي كان عندها أكثر من مقطع، اللي كانت من أوائل كاتبات أخينا معالي الوزير عز الدين مهوبي، وكانت في 1900 لما تاخذني الذاكرة 1995، ماشي قديمة بزاف، أو 94 لا تسابح الأرض. تسابح الأرض إيوا، خانتني الذاكرة سمحوا لي، 88 لأن هذه كان لي شرف، كنت معاهم سجلتها أنا معاهم، كان عندها واحد الدور رئيسي، وكان ذاك الصوت أقول ملائكي، صوت وصحيح. والأخت جاهدة بكل صراحة عندها الخبايا، عندها ربع المقام عربي، عندها المقامات بما يسمى البياتي والصابة والسيكا وراحة الأرواح، كل هذه الأشياء. هذا اللي خلى الأستاذ المدرسة البلاوي الهواري رحمه الله أنه ربما يعطيها أكثر من الأغاني ويعطيها ما أصعب. هو لأنه صعيب ربما في ما يقدرش يمد أي لحن لأي صوت. طبعا طبعا، يعني مثلا أغنية قلبي
في ذلك الوقت لو كان ما كنتش ما كانش اللي اديها الله اعلم. انا داك صعيبه نزيد نكمل. تفضلي. هو قلت لك في الاولى اعطاني اغنيه مرحبا بعيد الاضحى. واه نعم حضرت فيها. كنت سجلتها معايا. سيتي بيري. لا في سنها في سيتي بيري كان باقي لونسيان ماتيريال. هذيك تاع الميسوم ربي يرحمه عبد الاله الميسوم نعم فؤادي الاغنيه الوطنيه اللي سجلناها في سيتي بيري. مرحبا ومن بعد جات الرمال الذهبية الأغنية الرومانسية نوع فيروزي هكذا. ومن بعد بدا يشوف يلاحظ في صوتي وين نقدر نطلع وين نقدر ننجم نزيد يعني بصوتي التقنيات الصوتية تاعي وين حتى وصلنا لقلبي شكون يداويك اللي فيها عدة مقامات وحتى الوزن يعني فيها السينكوب. جربني في هذه الأغنية اللي فيها 12 دقيقة وكنا زمان نسجلوا كوستيك نبداو نسجلوا وإلا غلطنا نعاودوا كاع من جديد الأغنية في 81 دروك التقنيات هندسة عالية يعني نسجلوا بالمقطع يعني قلبي درت يعني كانت في وقتها درت نجاح كبير نعم وهذيك هي يعني مفتاح باب الشهرة نتاعي. نعم. من تما اللي يعني عرفني تعرف الجمهور يعني الجمهور كله تعرف بصوت جهيدة بقلبي. قلبي شكون يداويك اللي كتبها شاعرنا الكبير طموح عبد الله. حي ونعم. وحتى يعني حتى جربني في الإيقاع يعني لأنها معمرة بلي سينكوب. سينكوب. أغنية صعيبة بزاف وسجلتها على الوحدة تاع الليل تاع الصباح. الوحدة تاع الصباح. نعم. حتى وليت من وليت نعيا انا قال لي انت لما تعي تولي تغني غايه الشيخ البلاوي الله ربي يرحمه قال لي انت كي تعياي تولي تغني غايه. طبعا مشاهدينا الاعزاء وكذلك ضيوفي وجهيده واش رايك لو كان نسمعوا قلبي. يلا شوفوا استاذنا البايا وكذلك مقام البياتي حفظك. هو اخر البوم معاه كنت عاودت له يلي غاويك الورد اللي غناها هو في 1945 واحد الوقت عندها 31 سنه عرض عليا هذه الاغنيه قال لي هذه الاغنيه انا غنيتها ني باغيك تعاوديها. انا سمعها لي قلت لها معليش استاذ اني باغي نوع اخر طقطقه هكذا كنت نحلم باغاني خفيفه هكذا. ومن بعد عاود فاتت قلت لك 30 سنه وعاود وليت عنده. نعم. رجعت له قلت له استاذي اني جيتك باش تعطيني الاغنيه نتاع يلي غاويك الورد. قال لي ماشي قلتي ما عجبتنيش. قلت له لا راني غيرت رايي والاغنيه جميله جدا
وعاودتها طبعا معاه في اخر البوم معاه اللي كان يضم 6 اغاني. يعني بعد 30 سنه نقولوا المطربه جيده نضجت. نعم يعني حرفت يعني كنت تحبي حاجه خفيفه انا ذاك لان كنت شابه غير ذلك، لكن بعد 30 سنه ربما اعدتي سماحها وحسيتي رجعت نفسي ولقيت عندها الحق. نعم فغنيتها في هو كان حاضر في تكريماته، وحتى استاذنا راه غناها ايضا من قبل يلي غاويك الورد. واه كنت نخدمها انا كنت نخدمها في العراس هكا في حفلات هكا في السبعينات. نعم حافظ شويه هاك حافظ. ما هو قال لي يغنيها، قال لي غنيها الله يسهل مسكين الله يرحمه. احنا ربما درناها في تكريم مع بعض كنا في رحبه صح عندي منها مقطع في 2002 2002 غنينا في العاصمة، وكان أول تكريم رسمي للأستاذ بلاوي الهواري في 2002 يلي غاويك. ربما نرجع ونرجع لواحد الكلمة بسيطة، هو مهندس صوت، هو عرف يعرف الخبايا، خبير بهذه الأشياء، يعرف المساحة الصوتية نتاعها، استغلها من الأقصى إلى الأقصى. وحنا كاع الملحنين اللي كنا ناشئين انا ذاك كنا ناخذوا المقامات اللي يعطيهم الجهيده كنا ناخذهم كصوره مثاليه ليه. فهو بمثابه طبيب صوت. شتي واحد الخياط اللي خيط لك واحد الحاجه على حسابك، القيس يعرف القيس نتاع كل واحد يعطيه ربما اللحن على حسب الصوت الامكانيات الصوتيه او القرار نتاعو، يستغل القرار الحاد الى الحد الحاد. ما يعطيش حاجه فوق الطاقه نتاعو وما يعطيش عاوتاني تحت الطاقه نتاعو، يعطيه القياس نفسه. لهذا فهو مهندس. مصمم يعني بامتياز. نعم هذه الاغنيه ربما نسمعها كذلك ديروا مقطع منها. تفضل ديروا Yeah.
صباح الهواري على بالك الصوت. نعم الصوت مازال ما شاء الله عليه، ولكن حبيت نقول انه الاغنيه هذه كانت في 54. في نوع اخر لانه قدمها بلحن واحد اخر ونعطاني حتى عودها. هو طبعا باحث دائما يبحث لانه كي تسمعيها في صوته هو لحن اخر مغايره. ايوه نعم. وكي عرفها هو ريمي صباح بلون اخر كي عطاني انايا ما غناهاش على هذا المقام هذا. نعم. هذا الاخطاف كيف نعم. نقولوا هو غناها دوكا راس كما حنا نقولوا طايح الطلوع ان طون. نعم طيب مريح. نعم. شويه في الكراف. حنا ربما تسمح لي الاخت انا كانت نوع من التجربه والحبكه اللي باش حاولنا باش نعطيو صوره للمشاهد هذا. نعم. لانها كانت عفويه بطبيعه الحال. نعم. وهو كي عطاها عطالها كما نقول التاقلم دارها على حساب الانثى بالابعاد تاعها باش لانه هو صوت خاص. نعم. وصوت رجولي عندها. نعم. عندها طبقه معينه وصوت الاناث عندهم طبقه معينه. نعم. اللي هو معروف بالسوبرانو. نعم. لازم هذا على غرار الكلمات انه اذا كانت في المثال في الضمائر المذكر. نعم. والمؤنث او المؤنث والمذكر. نعم. نعم. لهذا فهو في الابداع تاعو حتى احنا خدمنا مع حمامه. خدمنا مع سرجيا فرزلطة في الحفلات يغض النظر على ديك الأشياء اللي دارها في التسجيلات لأنها صعيبة والوقت ما يكفيناش ربما باش كاع الناس تتمرن عليها وكل شيء. فهو يتأقلم على حساب عاوتاني الموسيقيين. وهذا يسمى ذكاء. ما يبغيش باش يكون نشاز ولا حاجه الناس ما يعزفوهاش. يبسط وهذه الاشياء هذا السهل يقول له السهل الممتنع. نعم. دير حاجه سهله بصح روح لقاها. نعم. روح دير لي انت بيدق المر بداك الشكل وكذا وهي بسيطه وجمله بسيطه وتراثيه لكن عطيها بداك الشكل اللي هو مدها ولا. نعم. حاجه راه من الصعب طبيعه الحال. من الصعب او من السهل راح نشوفوا اغنيه مختاره اخرى للمشاهدين. طبعا دائما في ذكرى رحيل مدرسه من المدارس الفنيه الجزائريه الراحل بلاوي الهواري. عقبر صنطبري يخلو بالدنا مزيلهم بمحبة أوليدات العقبة فرحة وشطحة ونعبة في البارود كيانا الحاج حسن والموناي وقايد عمر والبي المازوني هاهو جاي بطهاوي واصنا وصلوا لاد الحرام عند باب الجيران كراب الغبران ما هي بطلة قفلة جاية فريدة في مدينة جديدة كبيدة الكبيدة نسمح فيها لالا
طعن مدينة الأحضر بالعلم أبيض وأخضر هلال مذهب وأحمر مواوي الموالة في بنيان جديد أش فيها نعيد ونعيد هذا يوم عيد سعيد والفرحة كاملة زادوا لسيد الفيلاني وسيد أحمد القبيلي وسيد المخفي من تالي رجال البودلة رجعوا لسيد الباشير وبالناصف المنير والبغدادي الأمير زورا فعالة زورا العبد القادر مول السر الباهر بو عزة والناصر وبن عودة العدنا رايحين بخطوة ومشيا في طريق الجدر ميا الطرم يمشي بشوية أبو يويو والولا في الوالي سيد سنوسي بين الناخل والكرموسي التية والعروسي في البارود رسالة نظراكي تعجبني قدام سيد الحسني قوم راكب دي هني أمكاحل شعالة صيلت عند النورين حسي طرش ودنين والجماعة زيداوين حتى البودر بلا زورا للمرحومين في الجبل وراس العين الغريب والبكاية تنين مول الدوم قبالة صربت الأولية هم ربعي الشاشية مهاجة بالكلية في وهر ما زنا من يعرف سيدي معقود والخروطي بالمقصود بقواد السبع معدود سالوا الأجيال أصحاب البارود أصحاب البارود أصحاب البارود بالكارابين أصحاب البارود أصحاب البارود أصحاب البارود بالكارابين أصحاب البارود أصحاب البارود أصحاب البارود بالكارابين أصحاب البارود مشاهدينا الاعزاء نعود دائما الى بلاتو هذا البلاتو اللي نتذكر فيه كذلك كل ما قدمه الراحل بلاوي الهواري. نحن في فندق ليزومباسادور مع ضيوفنا اللي عايشوا معاه وكذلك تتلمذوا على يده. استاذ بيبكاي المدرسه بلاوي الهواري هو عصام التكوين. نعم أكثر. يعني ما كانش مقبل يعني دارس او عنده شهاده ولا. بين قوسين ربما هنا ندخل لواحد الجانب اللي سمعته انا من عنده. نعم. هو درس سولبيش. نعم. ادرس لكن اشياء هذه بما يسمى بالهارمونيات واللحن الثاني والتعديبات والتعديلات وهذه الاشياء هذه نجم نقولوا
عصامية التكوين. هذه الحبكة نتاع التجربة جعلته يسمع هذوك الأشياء ويدير هاد الزخرفة وهذه، لأن طبيعة الحال إبان كنشوفوا الازدياد نتاعو في 1926 كانت الموسيقى رعوية، كانت القصبة والقلال ما كانش هناك مدارس، وذلك عاد قبل الاستقلال. كان في هذا الانسان هو الانسان ومن عائله كما نقولوا متوسطه، ماشي ارستقراطيه بالدرجه الاولى بصوره الحال. وذاك الوقت هذيك ما فيهش مدارس، ما فيهش مدارس نتاع مثلا رئيس فرقه او بالمعنى الاصح. فهو مدرسه، هو كون روحه بروحه. كان سمع في القهوه نتاع الاب ديالو رحمه الله، كان هو عاود ثاني مقابل هاد الاسطوانات. قهوه تازي بلاوي كيبيقول يرحم والديك تازي. تازي كان الاسطوانات كانت في فريد الاطراش، كان في ذاك الوقت اسمهان ام كلثوم كذا، الاذن ديالو تربات لكن بمفهوم بمنظور جزائري محلي، وبقى يسمع الشعبي، يعرف الشعبي، يعرف الخبايا نتاع الشعبي نتاع الاندلسي. في هذه المسائل عنده الاوزان المركبه، والشيء هو هذا اللي صعب، عنده الاوزان المركبه يعرفها. طيب الكلمات اللي كان ربما راحل بلاوي الهواري ما عمل كان يتعامل اكثر، ربما يعني كان يدي من التراث، لكن كيفاش كان يتعامل يعني مع عمل كتاب الكلمات؟ طبيعة الحال هناك كاين عندنا واحد الثروه في التراث اللامادي، وهو هذا الملحون. الملحون اللي كانوا الناس بكري كتبوه، امثال المرحوم مصطفى بن ابراهيم وكذا، هادو كلشي كانت بكري، ما كانتش الجامعات، كانت الزوايا. وكان التكوين ديالهم ديني محض، كانوا حافظه للقران ولاو يكتبوا، وكان في كان فيهم اللي كانوا حتى ربما من اللي كانوا يشاورهم الامير عبد القادر. وكاين في هادو فحول الملحون، انا ذاك كتبوا واحد الاشياء كما نقولوا حنا الشعر الملحون او الشعر المخطئ، الحن في الشيء بمعنى اخطأ فيه. بما في هذاك الشعر دارجه وفيه جانب من اللغه العربيه، لكن فيه الكلمات المزج بين الجزل واللغه العربيه والتكوين القراني اللي كان عندهم هذاك، كان يكتبوا اشياء في الوطني في العاطفي. جميل جدا. ودائما الى راكي لاحظتي في الاخير يتضرعوا لله ويطلبوا الغفران الى اخره. فبما انه بحث في البدوي فهذا شيء متسلسل. في الاغاني الشعبيه العصيميه زمان كان يعيطوا لهم المداحين. نعم المداحين، والاصل نتاع هاد الناس كانوا يمدحوا الله سبحانه وتعالى والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ذكر المثال سيدي الخضر بخلوف. فهاد التراث هذا هو بحث فيه وخدم خدم منه، الى ان مثلا جاء ابان الاستقلال مثلا وكل شيء اللي دار فيه اغاني اللي كانت من الجزل، من كلمات ناس اللي كانوا يديروا الجزل، جزليون تمجد او تمد هي بمثابة أو هذه الأغنية معول بناء بما نقولوا الاستقلال حب الوطن. ومن بعد العمل ومن بعد المطابرة إلى آخره. فهاد الناس كانوا يكتبوا لغة الوسط أو اللغة البيضاء. إلى أنه عمل أوبيريتات كما نقول ديز أوبيريت في اللغة، إشراقة نوفمبر، تسابيح الأرض، شعر فصحى. وفي الجانب الديني ما ننساوش عاود ثاني السيرة النبوية، خدمها، خدم موسيقى صامتة، دار موشحات، دار أدوار شرقية اللي هي عربية. فهذاك البحث ديالو ما كانش مقتصر على الجانب اللغوي الفصحى فقط، أو كان ملم نوعا يعني ما بما يروج شخصيته الفنية. المفروض البحوث اللي قدمها واش الأضاف للمكتبة الفنية الجزائرية، ما نقولش فقط الطابع الوهراني ولكن المكتبة الجزائرية في الطابع، لأنه كباحث في الموسيقى أثراها المفروض هو الآن يعني يدرس في الجامعة، المفروض يعني بالجانب اللي مش قدم في أنا ما نقولش مدرسة، أنا نقول كلية. نعم قلت يدرس، مفروض يعني كشخص الفني واش قدم من جانب الفني يدرس في الجامعات. المفروض الان حان الوقت يعني ان ناخذ بيد الفنانين تاعنا الكبار اللي عطاو كثير والكثير وبحثوا في الفن، ما بقاوش يعني ربما يكرروا او فقط يعني كما نقولوا اوكاري، يعني بقى انسان فقط محدود، ولكن هو يعني واسع وشامل وشاسع. مع بطبيعه الحال للامانه العلميه ان عنده مكتبه خاصه بما فيها السولفيج وكل شيء، ومن القول ديالو رحمه الله انه
أنا هو قالها لي الله يرحمه، هذه مدة 6 سنين ولا 7 سنين هو يكتب السيرة الذاتية ده. نعم. لأنه كان حياته كلها حياته واحد التفاصيل ما تصوريش بأدق التفاصيل، أدق التفاصيل مانيش عارف فين وصل بها هذه العلم. ربما هو عنده هذيك، احنا نشوفوا لي تري باسيون، هو يعني كان يعني ما يتقلقش بزاف، هو ماشي انسان يعني ربما حزين ثقيل ما يتقلقش وما يضيعش الوقت، وربما الا مشى معاك المقهى زعما وتصادفت الظروف بالك دير هكذا ما تلقاهاش، هكذا ما ربما يجيه إلهام ولا حاجة يروح يمشي. كان نعم. ماكد ما كما نقولوا احنا جابت شوية عايش مع روحه. حبيت نقول لك هذه لأنه ما كانش متواجد في مثلا، هو كان يأمل أكثر من أنه يكون مثلا متواجد في مثلا في منابر إعلامية أو يكون مثلا حوارات صحفية، يعني ما نلقاوش عنده هادو كثير يعني يشوفوا ربما كانت المهرجانات الأغنية الوهرانية لا متواجد، ولكن يعني من سبق عند المدة ربما كان شوية اختفى واحد الوقت، ربما كان بدل أنه كان يعمل أكثر من أنه يبان في هي ربما نعم. في ذاك الخفاء نشوفوا واحد الجانب اللي مرت به الوطن الحبيب وهي ذاك العشرة نعم. السوداء نعم. وما قبلها، وكانت على بالك الفنان عنده طقوس نعم، كاين واحد الجانب اللي بعض الاحيان ربما يغيب نعم، بصح ما هو 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 كان يغيب بصح يخدم في داره نعم، كان دائما كان يخدم كان ما يغيب حتى 2003 نعم. كانت فيه واحد الفرصه كنا خدمنا في لانستيتو دي موند عرب نعم. 2003 السيد غنى 15 اغنيه على حيده نعم، 15 اغنيه، لكن كما نقولوا ما كان يدير ما قل ودل نعم، يدير تسليم ومطلع عين نعم، ثم يمر الى الاغنيه نعم التاليه تسليم ومطلع عين، واحد الطريقه وحنا مع ذاك الاحترام نشوفوا فيه هو مشى له، كانت الفرقه الموسيقيه والوزن الايقاع 30 عاش يعني عده مراحل سنه 2003 ذكروا ذلك جهيدة، كانت ربما تكريم للراحل أحمد وهبي وبلاوي وليه نعم وليه وسافي نعم السنة الجزائرية بفرنسا، كان في الحضور تاعنا معها سعاد بوعلي عطى الله عمرها والسيد بارودي بن خدام المطرب تاعنا بارودي بن خدام، كان لي الحظ انا كان عنده واحد الصدى كبير عاوتاني، كان لي الحظ انا ربما رفقت كذلك رفقت على الفرقه في التقديم صغيره في التقديم طبعاً. يعني كنت يعني قاسمت معها انا ذاك في فرنسا، ويعني كان جو جميل جدا لانه هناك لانه مملوءه أتذكر جيدا نعم، كانت القاعة من مختلف الجنسيات أتذكر جيدا جيدا، وكان من ربما هذاك لما أتذكر فيه اللي جاء الكينغ خالد وكان هناك اللي كانت باش يديروا باش داروا حمامة باش داروا حمامة هذاك هو اللي ثنائي حمامة، كان اللقاء هو واللي تم بمعهد العالم العربي الشيخ بن سلامة نعم، بن سلامة هو الذي كان حلقة وصل ما بين البلاوي والبلاوي وكذا، كان تما اللقاء وبالمناسبة نتمناو سجلوها هناك نقولوا الله يرحم ثاني الشيخ رحبو تليليس كان واه الله يرحمه كان معنا محمد سرور الله يرحمه محمد سرور بالحاضري تاني مسكين نعم. كتب كلمات أستاذ مصطبيح الهواري أغنية راح تقدمها لنا ربما هي البلاوي نعم نحبوا نسمعوا ربما مادام نحنا نعم في سهرة إن شاء الله نديروا غير مقطع على حساب مقطع نعم على حساب تقدروا على حساب Oh,
شيخ معرف مبروك الهنا شيخ تنجبرو قلبي توحشو اش صبرو اذا شفتو اعطوني خبرو قلبي توحشو اش صبرو الهنا شيخ تنجبرو قلبي توحشو صبيح الهواري استاذنا بيبكا شكرا جزيلا. يعني نعم انتم عايشتوا بلاوي الهواري، بلاوي الهواري في شخصيته الاخرى يعني غير الفنان، هل كان مثلا انتم كنتوا قرب ليه كثير؟ المطربه تاعنا جهيده الاستاذ بيبكاي، انت كذلك استاذنا صبيح الهواري، هل كان يحب مثلا انه ربما من غير انه يمد هو اللحن، ولكن هل يحب مثلا ان يسمع صوت اخر يغني او يعيد يعني مش مرة يعني مرارا ومرارا ومرارا أغانيه؟ هل كان هذا يحس أنه يحس بسعادة أن ربما كان يزعجه ذلك؟ نحن نتكلم على شخصيته، نتكلم على الشق الآخر من أستاذنا بلاوي الهواري، يعني كل واحد يعني معليش يعني هذا شيء هو في الواقع على بالك الإنسان المبدع واللي هو كان بواحد الدرجة نتاع السمع عالية بزاف وعنده بعد النظر، نعم، بحيث أنه الأغنية ما تخرج من عنده حتى يكون عندها نوع من الاقتناع، لأن الاقتناع الكلي عمره ما يكون، هذه فلسفة الحياة عند المبدع، بحيث أنه كي يسجلها مثلا كأنها سيخرج للجمهور، ما يزيدش يلعبها إلا الأغاني اللي كان كما نقوله هو أنا أعتبره تقني، طبيب صوت، أغاني اللي مفصلها على حسابه، اللي حسابه اللي هي على حسب الصوت نتاعو، لان بطبيعه الحال عنده صوت خاص نتاع واحد تقني، الا اننا في المذكر كي كنا نقعدوا وكانت ربما فيه اشياء، كانت فيه مناسبات اللي خدمنا افراح، تواجدت الظروف، السيد حافظ يعرف محمد عبد الوهاب، يعرف الفريد الاطرش، يعرف الشعبي، محمد العنقه، شوف كاين اشياء مغربية إن صح التعبير أنا ما كانش في البال ديالي باش الإنسان هذا يحفظها. واحد النهار أغاني كانت متداولة عندنا هنا في العرس، شوف بحذافيرها حفة حتى كان يغنيها في الحفلات، يعني نعم كان يأديها في الحفلات، لكن هو يعني كان يأدي الشيء اللي يبدعه والشيء اللي يقدمه، الألحان تاعه أغانيه هو الريبرتوار تاعه اللي كان يغني خاصة به، ما كانش يغني، احنا ما سمعناش يغني ربما محمد عبد الوهاب أو ربما بيناتنا، نعم لا لكن الجمهور لا وحكى لي حكى لي واحد العام في الإذاعة حكى لي قال لي غنية تاع فريد اللي بديت بها، قال لي كنت نغنيها ملي كنت صغير، نعم قالها لي في الإذاعة كنا نريبيتو معاه، نعم كان يغني أغنية تاع فريد بحب من غير أمل، نعم قال لي بقدا بالقطار هكا وسمعها لي الله يرحمه، قال لي هكا بالقطار، قال لي هادي كنت صغير، قال لي كنت نغنيها، اسمع لي مش عارف ربما أقاطعك اسمح لي السي الهواري، مثلا جميل وسمر سمعت أنا محمد قنديل قال لي سمعها بالوهراني، غناها بطريقة وهرانية، يعني دلها أشياء، لكن سمح لي هي الإنسان بطبيعة الحال في البداية ديالو ولا بد باش يمر على التقليد، أكيد من فينا ما قلدش، نعم تقلد سواء المدرسة الشرقية الكلثومية أو الوهابية أو غيرها، أنا ذاك كان سمع عربي محض من المحيط الخليج العربي، كانت الناس تسمع عربي، كانت الناس تقلد،
هو حتى هو كان ما هذاك الزمن كان يقلد، ما كانش عنده على الجانب الابداعي باش يلحن، ما كان لا يعرف ذلك انذاك، كان يقلد الشعبي كل شيء. حنايا في الخصوصيات كيكون يعني تكون جلسه هكذا حميميه بلا يقول لك ها كي تجي، ولا نكونوا حنا متغنين على حاجه ولا ويكون عارفها يقول لك لا صبروا ها كيفاش تجي تاع ممكنته مخيره. لكن عمره ما ادى اغنيه يعني العالم هكذا، مر على التقليد وتجاوز هذيك المرحله ولا مبدع ولا يحمل على العاتق نتاعو بلا ما حنا نشعروا كنا صغار حنايا انه مبدع وانه خصه يدير طورات جزائري ضخم. ما غاديش يدي لك حاجه نتاع واحد لانه قال هو فرض شخصيته، فرض الشخصيه نتاع الشخصيه الإيزاكية مقتنع بالهويه الجزائريه. الهويه طبعا الجزائريه هذه مهمه جدا اكيد، لانه كان هو مقتنع بانه هو سفير من السفراء تاعنا الاغنيه الجزائريه، سواء كما رابح درياسه الله في عمره احمد وهبي الله يرحمه. الشيخ بلاوي الهواري هو طبعا واحد من اعظم المرجعيات اللي تبقى اللي لنا الحظ باش تعاملنا معاه وتبقى على مدار تعاقب الاجيال. هو في الحقيقه عنده شخصيته كما قال هواري مصابيح، ولكن في بعض الاحيان انا كنت حاضره وحفل هكذا بسيط يعني مع اصحابه هكذا زملاء، كان يغني بحكم الجوار مع طبعا المغرب، كان يغني اغاني مغربيه. طابع مغربي كان يعني اديها في، ولكن عندها شخصيه طبعا. وانا كنت نقلد فيروز مهان، كان قال لي بنتي انت صحيح بديتي فيروز، ولكن ماذا بيا نسمع جهيده نسمعك في الطابع تاعك تاع بلادك. بلادك هذا هو اللي يميزه يعني. احنا نشوفوا ربما يعني هذا الجيل والجيل اللي يعني ربما اللي بعده يبقى دائما يغني الاغاني، هو حي يعني هو عايش ويشوف يعني الشباب يغنوا اغانيه. شوف ربما واحد الجانب واحد جاتني درك هذه الجمله، الاستاذ بلاوي الهواري دار نكهه خاصه للطابع الوهراني. ما يوجد في العالم هذا الراي اللي دار هذا، هذا ما هو الا شيء بسيط من الخانات نتاع العرب والانعراجات تاع الاستاذ بلاوي. اعطى نوع، لان بحيث دروك اي تقسيم سي الهواري ولا اي واحد متمكن بالاله نتاعو ينجم يدير لك تقسيم ويقول لك يعطيه النكهه الوهرانيه، اي واحد يسمعها في الجزائر او في الشرق يقول لك هذا النوع احنا ما عندناش. قضية النهواند ولا حتى في البياتي كاين الوهراني في كل شيء، عنده ذاك الجمل ذاك التمايل وديك الصيغة الصيغة، لأن هذوك العراب اللي نجم نقول لك هو اللي بدحهم اللي باش هاد الأغاني نتاع أغاني الناجحات الشاب خالد ومامي دات واحد الجانب شيئا من الوهراني وأصبحت يعني أغنية جزائرية عالمية. فكر أنه يعطي الطابع الوهراني العالمية العالم هو من خلال إبداعاته هو يعني هو كان هو كان مبدع. كان يبدع وهذا اللي يكون مبدع يكون منهمك. هو ذكي حتى في إبداعه ذكي، لأنه عارف بأنه أغنية تاعو لازم يعطيها شيء من العالمية محلية فعلا، هي الأغنية الجزائرية حتى طابع تختلف الطبوع ولكن حتى تكون فيها العالمية. هو ربما إلا ذكرنا رياض السنباطي من العباقرة ومحمد عبد الوهاب هادو أنا ذاك ولا السيد مكاوي هادو يديروا جمل موسيقية تخت عربي محض بها بالقوالب ديالها من ناحيه النغم من ناحيه احترامات المقامات الى اخره. هو يخدم لك مثلا عالميا بها بالتحتيات نتاعها. هو قاد لانه انسان مليم ما تنساش يعزف في البيانو. وهذا اللي يعزف في البيانو صدير عنده في الاذن ديالو عنده النوطه كما نقولوا الرئيسيه والتجنيس تاعها. السماء ما يسمعش كما العادي. هو الموسيقى ديالو كلها تكتب ومكتوبه عندها زعما صحيحه ما فيهاش خلل وتنجم تؤدى عالميا. ويجي الوقت ربما يجي واحد الجيل ان شاء الله اللي غادي يكون فيه بحث، ونرجع لذاك الكلام ديالك اللي فيه تكون مدرسه مدرسه بلاويه عندها مدرسه خاصه وجزائريه طبعا. فكر المقامات والجيتار وهو اول من وضع الربع المقام على الاله طبعا معروفه في الجزائر معروفه، لان في المغرب العربي انا ذاك ما كانش كاين الربع. ما كانش كاين الربع،
كان استعمار فرنسي. نعم. كان النوطة والنصف نوطة. نعم. بيناتنا إلى على غرار الموسيقى الرعوية اللي فيها واحد لينوت. نعم. نتاع أذن هادوك ما خاضعينش القانون الموسيقى. نعم. لأن ربما تلقى فيها ربع زايد وحدة قرعة. فرضة شوية في الموسيقى. هذيك نكهة محلية. محلية نعم. هذيك يصعب حتى الإنسان باش يدرسها. نعم. هو ربع المقام لأنه كان يسمع يعرف يسمع ويعرف يعزف القانون يعزف الكمانجا. هو كان يخدم الكورديون ثاني من يغني من أحسن العازفين الكورديون كان يفوت بها سيوسان يغني. كان يدير يجي بها قبل ما يدير قبل ما الجيتار يدير لها الربع وبعد هذاك الربع هذا خدمها وحده خدمها وحده الربع هذا الإنسان كان مهلم لجميع يعني الآلات يعني أدخل على آلة الجيتار ربع المقام طبعا فذاك الوقت نتاعو انت غادي وهذيك الجيتار هذيك حكى لنا عليها واحد خطرة في الإذاعة زمان كان هذه راه عندي ب 49 الجيتار اللي راه الآن مازال كان عليها مسكين توفى ب 49 عندها 49 من 49 نعم ما شاء الله يعني كان دائما رافقنا بالأغاني تاعنا دائما ديال الأصول تاعها نعم كل اغنيه من الاغاني تاعي دائما هو يدير السولو. نعم. واش نقولوا احنا مهما حكينا ومهما قلنا نعم قلنا مهما ربما دلنا فيها حقه. نعم. وتبقى الاصوات تشدو بالحانه. نعم. واذا كان لنا الحظ بالتواصل مع اسلافنا شيخنا بلاوي الهواري فاحنا علينا الرساله نأديه هذا الأمانة للأجيال الجاية إن شاء الله لاستخلاف إن شاء الله إن شاء الله يبقوا على الجيل يعني الأغنية الوهرانية الأصيلة ويعني يكمل هذا اللي يكون في استمرارية إن شاء الله هذا الفصل مشاهدينا الأعزاء ونعود إليكم من فندق ليزامباسادور ونعود إليكم اسمع 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 يا حبيبي يا حبيبي اسمع زينك في التان مالقش مثله في البندان سيدي الغزلان قلبي يتمتع بيك انت اسمع حبيبي يا حبيبي اسمع يا حبيبي اسمع
زينك في الدان ما لقيتش مثله في البلدان سيدي الغزلان قلبي يتمتع بيك انت اسمع يا حبيبي يا حبيبي اسمع علاش من غرامي تهرب عليك الليلة نطرب اسمع علاش من غرامي تهرب عليك الليلة نطرب والدنيا دحلى إلا بالحب مريض وانت طوب الدنيا تحلى الا بالحب انا المريض وانت طوب رفيقي معايا تتولع اسمع اسمع يا حبيبي يا حبيبي يا مولع اسمع اسمع يا حبيبي نعود إليكم من فندق ليزامباسادير ومع ضيوفي في هذه السهرة اللي نتذكر فيها كل أعمال اللي قدمها طبعا الراحل بلاوي الهواري. أستاذ حتى لو كان ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ما تقدرش أبدا تقدر نقدروش نتكلم فيها كل أعمال تاعو بكل أدق التفاصيل وش قدم للأغنية وش أضاف لها طبعا حاجة يعني هو شيء كبير كبير بزاف فإلى جانب صوت لأمن به وقدم له أكثر من 45 أغنية لحن صوت جهيدة وش من الأصوات اللي قدموا ألحانهم هي في الواقع بدون استثناء فالإنسان كان ملم وكان كما نقولوا احنا كنز وذاك الكنز قاع استفدوا منه كان ملكة مدح لحلها صباح الصغيرة ها هو فايت سامية بن نبي حتى انت سبحان الله سوريا استاذ بارودي بن خدة سوريا كينان استاذ بارودي بن خدة لا تسألوني وصف حلاوة يوم ملكة مدح بن عيشة هزيل حورية بابا جانا المكتب العروسة جانا المكتب يما شكون آخر العربي التومي الصادق كان فيه فنانين اللي ما وصلوش بصح البدايات كان لحل شرقاء عبد القادر بطبيعة الحال قماري لا قماري انت مغروم مغروم هذيك أول أغنية مغروم أول أغنية شمامي ما عندي حاجة في الناس نعم. والغالية محبوبة قلبي اللي هادو كانوا نعم. كانوا مر الحن الشباب خطر بندو في 82 خلينا نشوفك يا غالي خليفتي وخليفتي نعم. مامي نعم. نعم. فعلى غرار مجموعة صوتية نعم. أنا ذاك كانت عندنا مجموعة صوتية فيها بودي علي فيها نابوت فيها الأصوات اللي كانت نابوت محمد نابوت الأصوات اللي كانت كما نقولوا دي سوليست كانوا كلهم مكونين مجموعة صوتية نعم. مجموعة صوتية قبل ما يلحنوا لك تكون درت المجموعة الصوتية نعم. والمدرسة نعم. هاد المجموعة الصوتية داروا إعادة داروا أشياء دينية داروا نعم. أشياء ثقافية على غير الأغاني الأطفال نعم. اللي كان يديرها بموسيقيين بساط يدير أغاني تاع الأطفال نعم. نعم. فالرصيد ديالو ربما السؤال لو وجه إليه ما يعقلش عليهم كل شيء نعم. لأن بعض الحين كانوا الناس يعزفوا أغاني اللي هو سجلهم بكري وهو مشاو له هو لحن ثاني لعمر وحيد الله يرحمه الله يرحمه عمر وحيد عمر وحيد ولحن سليم عبد الله سليم عبد الله وأطلع الله حتى ليل يم وعيون القتالين حتى ليل
دارها لها في العام 1961. هذا على غير كان فيه هناك موسيقى صامتات اللي هي غير الموسيقى. ودار معاه ديو مع عمر واحد، دار معاه ديو تاع لي ماذا يا امل. نعم دار هذاك ديو نجيو في بيناتهم بلاوي وبلاوي تولاي تولاي مع عمر واحد الله يرحمه بيناتهم. ثلاثي الزهور هذيك راك فكرتنا بهم هذوك هذوك عطاهم تلحين بنات الحي الاخرى مبروك العيد مبروك مبروك عيدكم. كان عندها بزاف الرباعيات كبير كبير. كان فيه واحد الفرنسي هنا يقول له سيرنيك كان عازف الله اعلم آلة نفخية نسيت واش سولو بوا ولا حاجة. فكان هو وكان واحد رئيس فرقه يقول له السيد رجب اللي سبحان الله الابن ديالو سميته احمد الهواري اللي راه في القاهره في مصر رئيس الفرقه المسيه. كان عاش هنا في وهران ومكته مكته معه وداروا شي رباعيات اللي هما اربعه نتاع الالات ويديروا اشياء كما نقولوا نوبه او موشح شرقي او دور من الادوار الاشياء هذيك اللي راها باقيه في المكتبه الغنائية بالإذاعة المركزية بالجزائر ولا وهران. فيبقى هو في الحقيقة رمز رمز المثابرة ونفاذ البصيرة والعمل والصبر صبور صبور بشكل كبير يحب العمل تاعو بزاف فنان فنان العمل تاعو كان مضبوط. يعني كما يقول لي خطر أنا قالت لي روحي باش نسجلوا الملحمة فأنا جيت بحكم أني كنت نربي في بناتي ما جيتش قعدت ساعة ونص ما جيتش في الوقت. قال لي لا ما تفهموش معك صارم في الوقت يعني قلت قلت لها 9 يعني منضبط في المواعيد متخلق. أنا كنت دايرته بمثابة الأب تعلمت منه بزاف صوالح مش في الغناء فقط حتى في اللباس حتى في اللباس كان يقول لي يا بنتي كيفاش تلبسي كيفاش تقعدي مع اللقاءات الصحفيه كيفاش تواجهي الجمهور كيفاش تحييهم وما تعطيش ظهرك للجمهور بزاف صوالح. يعني كان يعني السيد عنده جوانب من المسرح نعم واسمح له انه كان هو المؤسس تاع الموسيقى التصويريه تاع المسرح بالعاصمه لمده كم سنوات وسنوات. هذه نتاع الوقت اللي قلتي ربما يقول لك عندنا تسجيل على الثلاثه اللي الثلاثه تكونوا تما. ايه هو راه على الزوج تما انضباط الانضباط هو يجي قبلك بشحال ويقعد الاله ديالو قاعد في القاعه نتاع التمرين وحده. احنا كنا زعما نبغيو الا كان ثلاثه نبغيو نمشيو على جوج ونص باش نكونوا قبل نلقاوه قبلنا كان يحترم الفن يجي قبل احترام الفن احترام الفن يجي قبل بساعه او ساعتين. احترام الفن ربما ما جعله ربما يعني عايش في قلوبنا عاش حتى هو كان عايش ولكن دائما كان هو اصلا كان عايش وكان عايش فما بالك لان رحل سنه من رحيله مازال عايش. يعني ما يمكن يغنوا اي واحد كي يطلع الخشبه تاع المسرح يغني يقول لازم اغنيه تاع البلاوي الهواري يعني شيء جميل. وهذا ربما اللي نقول انها ربما وفاتوا نتربوا وفاتوا معاه بزاف موسيقيين ثاني قدام ما ننساهمش. نعم كثير اسماء كبيره بن دهيب الله رحمه رحال رحال الغزل ابو عامر رفاعي سرور حسني سرور بن عمر هذا عمر واحد هذو كاع فاتوا كاع كريم الهواري ثاني كان معاه حاج كريم اطل الله كانوا قدام هذو كاع كانوا معاه قادر بلاوي ما كانش غير وحده. نعم كانوا جاي يخدموا معاه ولحقنا عليهم احنا ولينا نخدموا ثاني خدموا انتم كذلك معكم معاه. ضمن الفرقه مرة. كذلك الموسيقيه كان ذاك اللي كان عاود ثاني وحدها الله يرحمه عمي محمد بوتبنا بوتبنا محمد بوتبنا ثاني ده هي شوف كانوا موسيقيين كانوا عاود ثاني واحد الموسيقيين يلعب البونجو هو وفور في البونجو هو اصله من الشرق الله اعلم معسكر 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 الله اعلم معسكريه انا سمعت قسطنطينه والله اعلم على كل حال جزائري جزائري الله كبير وزيد بن تروا ولا مسكين كبير نعقل عليه. طيب استاذنا صبيح الهواري واش تقول لنا في هذا يعني اليوم وحنا نذكروا مدرسه من مدارس الفن الجزائري الراحل بلاوي الهواري. بلاوي شاود نقول لك بلاوي دروك خدم اللي خدم مسكين خدمنا معاه نعم خدموا معاه قدم ماتوا خدمنا معاه هو ثاني مسكين هيا كحفر ثاني كبر مسكين هذيك هي دار صدى كبير في الفن تاعه لحن الناس اجيال واجيال
الجبار وهذه هي هذا مكتب الله. نعم هذه هي ومدرسة كبيرة ثانية. نعم حنا سمحنا البداية تاعنا كانت كي حلينا عينينا حلينا في بلاوي أحمد وهبيبنا. نعم شوية شرقية شوية وهراني. نعم. تعلمتوا يعني تعلمنا بزاف اشياء. نعم بيان سور حنا كنا انا كي حليت عيني بكري في 62 ملي كنت صغير بلاوي نسمع اش بقى لي اسمع. نعم. واحد الزين لقيتو نسمع هكذا مشغول خاطري بقواه. نعم. يا غاليه البهجه خاطر عندها البهجه عندها غاليه عندها. نعم. الاغاني قدم هادو وعندها حلو يا قلبي بالك تعرفوها. نعم واش تقول لنا الكلمه ربما الاخيره واحنا نختم يعني واش نقول لكم هذه الجلسه الله يرحمها مسكين نقول ندعو لهم بالرحمه ندعو لها بالرحمه على كل حال. نعم. وقال مرحومين قال الفنانين اللي ماتوا. نعم. ان شاء الله. نعم ربي يطول لنا في عمركم وان شاء الله والله يشافيهم مرضى ان شاء الله اللي باقيين وهذه هي. نعم. ويحافظوا على الصدى يحافظوا على الفن تاع هذا نقولوا. نعم. الشيء اللي خلاه الباجاج هذا الكبير اللي خلاه الانسان يحافظ عليه. نعم. ما يخسرهاش. نعم ما يضيعهاش ولا بنادم طورات هذا الا بنادم خدم حاجه يخدمها يتقنها. نعم يتقنها نيشان ماشي يضيع ماشي يضيع الاتقان هو سر النجاح خاطر هو كان يحشم بزاف وبين يدي صوالحه يتقنهم. نعم يتقنهم. نعم شوفي في الغناء نورمال. نعم ويتقنهم وتسمعي وتسمعي الحلاوه. نعم الحلاوه زعما الشون زعما في محلها ويخرج. نعم صدير ما يغنيش منا. نعم منا صدره. نعم كان اللي يغني بالنفا غير هو يخرج بصدره بلاوي. نعم الله يرحمه من صدر تاعه. شكرا استاذي. شكرا الله يرحم كاع اللي ماتوا الله يرحمهم. انا من راك تعبان شويه ولكن رغم ذلك البيت تاعنا. طبعا الاستاذ بيبكاي واش تقول لنا في هذا يعني اليوم ونحن نقولوا تمر ذكرى سنه من رحيل مدرسه من مدارس الفن الجزائري وكذلك قامه من قامات الفن الجزائري. والله العظيم راها في نفس راها سنه كان في مثل هذا اليوم على 3:30 نتاع الصباح ربما حوالي 3:30 نتاع الصباح توفى. نعم. الربعة قل الربع استاذ الله يذكره على خير بوسيف الهاشمي. نعم نحيوه الغالي في الهاتف. انا من هذيك الربعة قل الربع درت الاس ام اس بقيت نديرهم للموسيقيين. نعم. قال لي عندي التليفون نتاعو ولا اي واحد درت لهم باسكو. نعم. لان بكل صراحه كنا على جمر. نعم. مده شهر ونص ما شفناش. نعم. احتراما للزوجه الكريمه نتاعو. نعم. واحتراما له واحتراما للعائله نتاعو حنايا ما قدرناش نمشي. نعم. ما قدرناش نمشي كنا نتلقطوا شويه الاخبار ديالو. نعم. من الناس اللي قدروا يشوفوه ولا حاجه غير في القهوه يا دراكي راه كانت لومبيناس عندها الصباح كانت. نعم. العشيه كان يبقى كتير. يبقى انسان هرم. نعم. وعملاق من الجزائر الحبيبه اللي الجزائر طبعا معطاء ولاده هذا الرجل الطيب وهذا الرجل المبدع والمتواضع لا متواضع لا مثيل له. نعم. مازال ما نعرفوش القيمه نتاعو. نعم. لازم يكون بحث منهجي وتاريخي باش نعرفو. نعم. مليح الانسان من لا شيء منذ سنوات يعني والانسان كان كما نقولوا في تقدم. نعم. بعشرين او 30 سنه على الوقت اللي كان فيه. نعم. كان عنده بعد النظر وكل شيء ولقد احب وطنه بطريقة مثالية. نعم. باش بالإبداع. نعم. يا ريت يكون عندنا بلاوي في الفيزياء في الكيمياء وحتى في السياسة. نعم. حتى في التسيير يا ريت يكون عندنا بزاف بلاوي إن شاء الله. بلاوي في هذه التخصصات حتى تكون. نعم. تنمية ويكون الإخاء وتكون المحبة ونبتعد على كل الأشياء هي. نعم. الرضيئة حتى نكون فيه تطور. نعم. لأنه هو رمز للتطور للمثابرة لإرجاع العادلة إلى نصابها. إنسان مثالي. نعم. وكما قلتي وتفضلتي أنك قلتي. نعم. باللي ما نعطيوهاش الحجم نتاعو لو كان نهضروا حتى الغدوة نتاع الصباح أكيد غادي يكون قليل وتقصير. نعم. في مساره وفي وهذيك. نعم. الطيب وهذيك الحكمة. نعم. فيلسوف رحمه الله. نعم. وشكرا في حاجة. نعم تفضلي
على كل حال يعجز اللسان عن التعبير فعلا. انت قلتي يعني كان الاب الروحي طبعا هو اخر مره شفته اسبوع قبل ما يتوفى، رحت زرته انا ومدير جهوي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره السيد بوسيف، وايضا معنا كان معنا المفروض يحضر معنا ولكن عنده ارتباط، كان معنا قويدر بوزيان، ورحت رحنا زرناه اسبوع قبل. ومن بعد انا مشيت للعاصمه بحكمي يعني عندي نعمل في القناه الاولى، جاني اس ام اس من استاذي الباي قال لي راه توفى شيخنا الله يرحمه. نعم. ومن بعد جيت لوهران. واش نقول عليه يعني قليل، الشيخنا بلاوي الهواري هو حمل لواء الاغنيه الجزائريه داخل وخارج الوطن في صوره، في ابهى الصوره الجميله، كان معطاء، كان ذكي، كان حكيم، متخلق، لحد الان ما نسيتوش وانا عايشه على ذكراه صدقيني. وتبقى يبقى راسخ في اذهاننا، في الذاكره الفنيه الجزائريه على مدار الازمنه. فان شاء الله الشباب تاعنا احنا الحمد لله ادينا من عنده وحافظنا على الفن نتاعه، وان شاء الله الشباب اللي جايين ان شاء الله يكونوا يعني يقتديوا به. نعم. بفنه الاصيل. نعم. الراقي الجميل. نعم. شكرا لك فايزه على هذا الجلسه الطيبه. نعم. الجميله. نعم. وتحيه كبيره لكل المرافقين لك. نعم. الطاقم. نعم. المصورين. نعم. المخرج. نعم. وكل عمال قناه البهيه تي في. شكرا لك جهيده. شكرا. ما نقولش انا هي شمعه طفأت، ولكن نقول هي شمعه ما زالت تضيء، احتجبت علينا ربما ولكن باقيه دائما، ذكراه باقيه في قلوبنا في اذهاننا، يعيش معنا بالحانه باعماله بابداعاته الشيخنا البلاوي الهواري. ربما نختتم ب أغنية اخترتموها لنا هذه الجلسة الجميلة والرائعة بوجودكم، بوجودك جهيدة جيتينا من جزائر العاصمة ولبيتي دعوتنا، شكرا جزيلا لك بوجودك أستاذنا البي بكاي، بوجودك كذلك أنت مدرسة من مدارس الفن الجزائري كذلك، ملحن وأستاذ مصابيح الهواري. من أشهر أغاني حمامة، حمامة اللي كتبها الحاج رابح درياسة، غناها شيخنا بلاوي الهواري وغناها طبعا شيخنا. هكذا على الحمامة نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. Tina.
الحمام عذرة بشرية والدخفة عقلي طارت والضرة ومن وحشوز طار عليا ولا خبير منو جاني خبر ولا حرف منو جاب بريا ولا خبير منو جاني خبر ولا حرف منو جاب بريا منو جاب بريا بريا تيارا را تيارا را 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 تيارا را 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 تيارا را 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 تيارا را 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 را